بزاف منكم طلب مني الطريقه ديال الخبز ديال الشيار وبزاف بزاف بزاف ما شاء الله، ورحتوا لكم شحال هذا في تيك توك، ولكن شحال واحد ما عندوش تيك توك، وقلت ماشي مشكل عاد نشاركوا معكم في اليوتيوب، اللي ما عندوش التيك توك يدخل اليوتيوب. المهم غنحتاجوا هنا شويه الخميره، درت جوج معالق الخميره، جوج معالق ديال العسل، يمكن لكم ديروا السكر. درت الماء دافي وشويه الملحه، صافي كنخلط كل شيء. هنايا درت جوج جبابن كبار ديال الدقيق ديال القمح ابيض، يمكن لكم ديروا الشعير، يمكن لكم لا الشعير هو صراحه ما كيتنفخش، يمكن لكم ديروا غير فرينه فرينه البيضه باش باش الا بغيتو يجيكم منفوخ بحال تاع زمان، فهمتوا؟ ضروري صافي. وكنعجنهم مدلكوهم مزيان يكونوا رطبين، وملي كتدلكوهم كتشدوا العجينه كتغطوها حتى كتخمر، وملي كتخمر كتقطعوها بحال هكذا بين بحال كيف ما شفتوا، تكون العجينه خفيفه ما تكونش قاسحه بحال الشكل ديال الخبز ديال البطبوط، تكون خفيفه صافي. وملي كتقطعوها كتشدوها كتقطعوها كويرات وتخليها ترتاح واحد يعني غير 5 دقائق ما بين ما المقله تسخن لكم، وملي تسخن لكم المقله يعني كتخبزوا خبزه وكتلوحوها وكتحبسوا وكتحسبوا ليها 5 ديال الثواني وكتقلبوها للجهه الاخرى في اول مره كتلوحوا الخبزه، والمقله تكون سخونه صافي. وكتبقاو تقلبوا هكذا يعني كل دقيقه قلبوا 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 حتى كتنفخ لكم الخبزه مزيان مزيان، كيجي زوين كيجي خاوي من الوسط تبارك الله. اللي دقوا عندكم ديما غادي يبقى يطلب منكم الوصفه، يعني هذا الخبز يعني هو راه بي باش كبرنا، ولكن بزاف الناس راه ما عارفينوش بالاخص هذا الجيل الجديد، وبي باش كنا كنتسحروا زمان وبي باش كبرنا. كاين اللي كيسميه خبز الفراح، كاين اللي كيسميه خبز المقله، كاين اللي كيسميه الشيار، كاين اللي كيسميه خبز الطاجين، كل واحد في المغرب وكيفاش كيسميه. حنا في منطقه هو راه كنسميه خبز الطاجين، وهنايا سقيته بالزبده والعسل والزعتر اولا بازوكني، جا زوين بزاف مع كاس ديال اتاي بالشيبه. وبالصحه والراحه، نتمنى الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ديروا لي ابوني باش يوصلكم وصفات الزمن الجميل. كانت معكم هو ريا، سلام.